هذا الموعد الإخبارية المحلي تزامنا ومظاهرات 11 ديسمبر 1961 استرجع مجاهدو ولاية بجاية ذكرياتهم في هذا اليوم الذي قامت فيه مجموعة من المجاهدين بالهجوم على ثكنة عسكرية للاحتلال الفرنسي بمنطقة تاجلعف شرق ولاية بجاية، أين استولوا على أسلحة وعتاد عسكري كما قتلوا عددا من العساكر الفرنسيين. المزيد في ميكروفون رابح سايش. بكري خمنت الكوليج تو 18 الباش قران دو الباش نكقري غدا يقخاما ولا انا خمنت الكازيرنا باسكو تلا لورتو ديفونس داي والموحه اللي تران داي صوره زين واللي ترا هما كان دو فوان تا تروح ديس الكازيرنا سدرسي مار قرن تخليات سبعه اللي مش راح يشوف السايس من ديك بلان كارن سطيار اكوتي اكوتي قبري ذاكي يولي موس دا يضرب يخدم الفوي شين اكوتي كاريت غالي هندين غالي هندين نروح طوغ هنا دي عشان غالي النبوية الشريف نظمت مصالح الشرطة بولاية الجلفة مخططا أمنيا خاصا استهدف تنظيم الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية وكذلك الأسواق الشعبية. المزيد في هذا التقرير لكريم يحيى. تزامنا مع المولد النبوي الشريف نظمت مصالح الشرطة بالجلفة مخططا أمنيا خاصا استهدف تنظيم الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والأسواق الشعبية التي تشهد حركة كثيفة هذه الأيام، كما نشط عناصر الشرطة القضائية حملة مداهمات بالمحطة البرية لنقل المسافرين ومواقع أخرى. بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت الإشراف المباشر للسيد رئيس أمن الولاية نظمت مصالح الشرطة بأمن ولاية الجلفة برنامجا تكثيفيا من أجل مكافحة شتى أشكال الجريمة حماية للمواطنين. المواطنون أعربوا عن ارتياحهم للإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. بمناسبة المولد النبوي الشريف نلاحظ أنه تواجد الأمن هنا بصورة جيدة، كما أنه لاحظنا أنه الزبائن يتوافدون بكثرة على المنتجات خاصة ما يعرف في منطقتنا بالدراس. ويبقى الجانب الأمني أهم حلقة في تحقيق الاستقرار وزرع الطمأنينة في أوساط المواطنين عبر المرافقة الدائمة لهم في المناسبات وباقي الأيام. نظمت مديرية الحماية المدنية لولاية تيارت يوما تحسيسيا وتوعويا مفتوح على الجمهور والذي جاء على شكل ورشات مفتوحة بشعار الحركات التي تنقذ، حيث لقي استحسان المواطنين وتثمينهم للمجهودات المبذولة من طرف مصالح الحماية المدنية لتكوين مسعفين جدد، حيث تم لحد الساعة تكوين 3000 مسعف اخترت منهم النخبة بعدد 48 مسعف متطوع. المزيد مع ديار بن داود. مبادرة مليحة هذه اللي دارت في هذا الإطار اللي تبين الإسعافات الأولية في كل منزل، وهذا حاجة مليحة، خاصة أننا احنا شوية ناقصين في هذا الميدان، جعل ربي إن شاء الله تتعمم وتكون وتقل الحوادث ان شاء الله. وهذه مبادره زينه، كل مسعف في داره، على خاطر حنا الحمايه المدنيه راهو كل سنوات يتعبوا معنا ونشكروهم، والله يجعل ربي ما يحاسبناش انا خطرات حنا نعرقلوا لهم الاهداف تاعهم. وعجبتنا المبادره ورانا تعلمنا حوايج ملاح، شفنا كيفاش كنا نوجدوا في ضحيه في حاله حادث سير او في البيت او في اي مكان. ساعدنا بزاف باش نعرفوا كيفاش نتصرفوا قبل ما تلحق الحمايه المدنيه. على الاقل نساعدوا ونساهموا في انقاذ حياه تاع شخص ما باستطاعتنا، يعني باشياء بسيطه. كانت المبادره تاع السيد المدير العام واللي هي تكوين على مستوى كل بيت مسعف لكل عائله او مسعف لكل بيت. كانت المبادره هذه تلقت نداءات في الاول، تلقت استجابه حسنه. وفي موضوع ذي صلة ومع حلول فصل الشتاء نظمت مديرية الحماية المدنية لولاية غليزان ورشات تكوين للمواطنين حول عمليات الإسعاف العامة في مختلف الحوادث، وذلك لترسيخ ثقافة الإسعافات الأولية لدى المواطن. المبادرة لقت استحسان المواطنين. حمزة زروبي. هذه الاسعافات الاوليه اصبحت ضروريه جدا، لانه الاسعاف هو الفرق ما بين الموت والحياه. في بعض الاحيان يعني بحركه صحيحه تقنيه نقوم بها ننقذ عده اشخاص تعرضوا لحادث. كان اقبال من طرف كل شرائح المواطنين،
تقبلوا الفكرة بكل بساطة باش يكون هناك أيام تنظيمية أخرى. ضحية كيفاش نعرف كيفاش راهو طايح واش عنده، كيفاش نعرف كيفاش نكوبي له الدم، نعرف كيفاش هما قالك كيفاش تكوبي له، ستادير تكتب له لهنا ولا تكتب له في يده باش كيلحق المستشفى ما لازمش يفوت 6 سوايع كيفاش ما يكوبولاش دراعه ولا كش حاجة، الديابيتي كيفاش يخدم معاه، حنا نتعلموا في حاجات تفيدنا. نوجهوا خاصة للناس للسواق ينقصوا شوية من لافيتاس ويحترموا قانون المرور، لأن الشيء كل اسباب نتاع الحوادث هي متعلقه بالاختناق بالغاز وقانون المرور، يعني لازمنا نحترموا قانون المرور، ما لازمش يعني نعفسوا على قانون المرور. وصلنا الى ختام الموعد المحلي، شكرا لكم، عوده الى هارون. شكرا ماجده.